السلام عليكم، في مدينة أسفي غادي نرافقوا سارة تيميجا، شابة كتعشق رياضة الفروسية، يلاه كاملين تعرفوا عليها. سلام. سلام عليكم. صافا لاباس عليك؟ صحة لاباس؟ الحمد لله. صافا. شنو البروغرام ديالك اليوم؟ دونك اليوم عندنا حصة ديال الاجتماعيات وسويت عندنا حصة ديال الفروسية، تفضلوا معايا. الملاحظة الأساسية نفهموها هاد المعركة في المواجهة الأولى كانت عند الحدود، هما مزيان عند الحدود ديالنا ما وراء نهر الملوية. دونك هنايا مع مزيان وقعت الجزائر برات. ما تبارك الله عليك استاذ. اسمح لي الا قاطعتكم. حنا كنتعرفوا على ساره اكثر. ساره شنو عندك هذا العام؟ دونك هذا العام عندي ما بروميير اني باك شونس اكسبيريمونتال. كيف ما كتشوفوا استاذ جمال سانك سي نو بروفيسور ديال الاجتماعيات، دونك كيوجد معنا الجهه. تبارك الله عليكم. نخليكم تكملوا ونشوفوا ساره من بعد. والله يعاونكم. امين. الله يعاونكم. بارك الله فيك. مرحبا بكم. ميرسي. ربي يخليك. بارك الله فيك. مهمة فرنسا باتفاق قطر هو إبطال ما كان بينهما. سارة تعجبك العودة؟ بزاف. عاودي لنا كيفاش بدات القصة ديالك مع الفروسية؟ أول حاجة بابا هو اللي شجعني ندير هذا السبور. بديت 2007. في 2008 جافي بوسي مون بخومي دوغري، سي واحد الامتحان باش يكون عندك تاكسي لي كونكور. دونك 2009 درت مون بخومي كونكور في تطوان، وأستاذ أنور لوجا هو اللي كان كوتشاني وشجعني. و 2010 مشيت عند أستاذ شارق بن خلابة في سلا جديدة، تما كتبت عودة ديالي كارومبا. درنا البداية واحد أستاذ معروف بزاف جيروم سان فرونسي، هو اللي كان علمني نركب مزيان. ابخي دوز بليزيوغ ستاج في سالا في كازا دونك بارتو. تبارك الله عليك ساره. الله يبارك فيك. نشوفوك شويه. واخا. ملي سارة الا بغينا نعرفوا شنو اللي تبدل حياتك ملي درتي الفروسيه، شنو اللي تزاد عليك، شنو اللي تنقص، شنو اللي زاد عليا؟ صديق وفي هو العود. زاد الثقه في راسي. تبارك الله. وليت كان بارطاج كلشي مع العود ديالي. ماشي مع دي زامي. وعرفت بان هذا الحيوان هذا صديق ظريف وجميل ووافي بزاف. شنو تبدل بارابور الا بغينا نهضروا على في الدار كيفاش ولاو كيشوفوك؟ ساره اللي كانت صغيره دابا ولات كتركب العود، راه غتبدل شي حاجه ياك؟ تبدلت بزاف الحوايج. اول حاجه ولاو كيشجعوني بزاف لا على الفروسيه ولا على القرايه. كيشجعوني نكمل هذا لو سبور هذا باش نولي حتى انايا نهار ولا غدا ولا بعدو نكون حتى انا شامبيون كم دوتخ كافالي ودو كافاليير ان شاء الله. وزاد الثقه في والدي، زادني الثقه بزاف ولاو دايرين فيها الثقه لواحد الدرجه بزاف، وكنشكرهم بزاف. سي تو. ساره الا سولناك فاش كنتي صغيره واش كنتي كتحلمي انك غديري الفروسيه؟ لا عمرني ما حلمت نديرها، ولكن كان كيديني بابا الكلوب كنشوف الخيل كنقيسهم كنشوف لو كافالي كيترينيو، دونك سا ما داني اونفي باش ندير انا هذا. بدات هذيك العلاقه بينك وبين الخيل؟ بس علاقه مزيانه، وديبي كان شويه الخوف، مي دابا الحمد لله. الحمد لله. ودابا من هنا لقدام شنو كطمحي؟ شنو هما الطموحات ديالك؟ ولا اول حاجه نكمل قرايتي ونكمل في هذه المسيره هذه. ساره تبارك الله عليك. شكرا على الوقت اللي دوزتي معنا. كنتمنى لك التوفيق. ميرسي بوكو. تبارك الله عليك. مشاهدينا تبارك الله عليكم، شكرا على حسن التتبع ديالكم، ما تنساوش موعدنا الحلقة الجاية.